أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 10 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1256 وفاة، بالإضافة إلى تسجيل 1299 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، فيما تم تسجيل 1212 حالة شفاء من الإصابة بكوفيد-19 في الساعات 24 الماضية. وتدعو وزارة الصحة الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لكورونا التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة من خلال المسح على الكود الظاهر على الشاشة.